هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تبادروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وخلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الميلاد المجيد، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والاحترام والاعتزاز بقداسة البابا تبادروس. وتحياتي واحترامي لقداسة البابا اللي أنا بأكن لي كل احترام وكل تقدير والله. وطبعاً المحبة دي ناجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، أنا عشت الكلام ده عملياً مع قداسة البابا. تقديري ليك يا قداسة البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي.